ايه موضوع حب العقل وحب القلب؟ هو مش الحب واحد؟ حب القلب زي ما قلنا الكيمياء اللي ربنا بيحطها لنا من غير دخل لإرادة الإنسان فيها، هي مشاعر. حب العقل هو حب الصفات، أنا بحب الصفات دي، فلما بلاقي إنسان فيه الصفات دي بختار إن أنا أحبه أو أتعامل معاه، وده بيكون باين قوي في الصداقة والعلاقات الإنسانية بكل أشكالها. إمتى يبقى الحب قوي جدا للحبيب؟ لو الاتنين اجتمعوا، إن أنا اتشديت بالكيمياء لشخص ولما اتعاملت معاه لقيت فيه نفس الصفات اللي انا بحبها، وهنا ده بيبقى قوي جدا لان في اتفاق ما بين العقل والقلب. طب امتى الحب ما يكملش او يبقى سبب مشقه؟ لو هناك تعارض ما بين العقل وما بين القلب. انا اتشددت بكيمياء وخلاص، ازاي هتشد لصفات ما هيش بتعجبني؟ مش صفات، بيبقى الكيمياء ملهاش علاقه بالصفات، الكيمياء ليها علاقه بحاله من حالات المشاعر، وده بيبقى باين قوي في مرحله المراهقه والمرحله الصغيره. ليه؟ لان هو بيتشد لحد بيحس معاه بالارتياح، بيحس بجاذبيه ليه. ايه اللي هيخليني احس بالارتياح والجاذبيه؟ لازم تكون في حاجه بتشدني. ما هي دي المشاعر، الكيمياء كده الانسانيه، كيمياء انسانيه، فانت ما جربتيهاش شكلك. لا دي كيمياء انسانيه عند ربنا، ومن عند ربنا التاليف بين القلوب ده.